العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات إنه قريب مجيب الدعوات. برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك واحفظنا من المكر والأمراض. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.